مشاهدينا الآن مع أخبار الطقس. نعود مرة أخرى إلى مرنا إيهاب. إليك مرنا. شكرا لكم ريهام ونهى، والآن جولة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12، الأسكندرية 19-13، مطروح 19-14، بورسعيد 20-12، والإسماعيلية 21-11. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 11، العريش 19-11، طابة 21-13، شرم الشيخ 23-14، والغردقة 23-14. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 9، أسوان 23-10، الوادي الجديد 22-8، شلاتين 25-13، وأخيرا حلايب 21-14. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.